والحوارات الحصريه مع نجوم النادي الاهلي، ومعايا واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين في الفتره الاخيره واللي كانوا يعني في فتره اعاره لكن عاد الى بيته سالم غانم علشان يكمل مع النادي الاهلي ان شاء الله في الموسم اللي جاي، وهنعرف هل هو ان شاء الله يكون موجود ويضيف قوه للجبهه اليسرى ولا لا. هو الكابتن حسين السيد. كابتن حسين برحب بيك. حبيبي عمر برحب بيكم، وحشتوني والله. كل جمهور الاهلي مفتقدك. لا طبعا دايما الناس كانت بتكلمني، دايما الناس كانت بتتابعني، دايما بيبعتوا لي، فاحنا عيله واحده يعني، فمهما كان رحنا وجينا هنفضل عيله واحده. اكيد طبعا. السؤال الاجباري اللي كل اللعيبه بتتساله، رايك في المعسكر لنهايه موسم وبدايه موسم؟ شايف المعسكر، الامكانيات، الملاعب، كل ما يخص لاعب كره القدم، شايف ايه؟ لا طبعا المعسكر على اكمل وجه، في كل حاجه كامله، سواء ملاعب، سواء اكل، سواء شرب، سواء روح ما بيننا. المعسكر جميل طبعا، كنا محتاجين المعسكر ده، احنا بقالنا فتره كبيره ما طلعناش معسكر مع بعض. فانا عن نفسي مبسوط جدا ان انا رجعت وسط اصحابي وسط اخواتي اللعيبه، فالمعسكر على اكمل وجه ناجح 100%، وربنا كمان على خير ان شاء الله اليومين الجايين باذن الله. كابتن حسين، اكيد وجودك في السعوديه، وجودك في فتره اعاره لمده تزيد عن موسم، اعتقد ان ده كان في مصلحتك وكان في مصلحه النادي الاهلي ان اللعيب يكون في النادي الاهلي، يخرج يلعب في الدوري السعودي احد اقوى الدوريات الموجوده في الخليج ان لم يكن اقواهم. اكيد انت استفدت، واكيد اخذت خبرات، واكيد الخبرات دي نفعتك في الوقت الحالي، وبالتالي النادي الاهلي اكيد لما حسين السيد يرجع دي هتكون اضافه قويه جدا، مفيش شك انها اعاره ناجحه بكل المقاييس. عايز اعرف رايك وتقييمك في فتره الاعاره، وتقول الخبرات اللي اكتسبتها ايه؟ لا طبعا هي كانت ربنا رزقني بالاعاره دي فعلا، لاني انا رحت من اقوى الدورات العربيه للدوري السعودي، من دوري قوي جدا، الماتشات فيها جامده جدا، الدوري فيه قوي جدا، النظام فيه كويس، لعيبه محترفه، الثمان لعيبه محترفه دي عمر 8 فرقه كتير، يعني انك تجيب ثمان لعيبه محترفه اللي هو كل فرقه بتجيب يعني افضل العناصر بالنسبه لها، واسماء كبيره كانت في الدوري الانجليزي في الدوري السعودي. فسنه ونص لعبتها كلها بشكل اساسي مع فريق الاتفاق، ده فريق محترم. النص سنه انا رحتها اول 6 شهور دي خدنا رابع مع الفرق، فربنا وفقني مع الفرقه دي طبعا بفضل ربنا، و دوري قوي ودوري حلو، وانا اتبسطت من الفتره دي، كانت ناجحه بالنسبه لي، خدت فيها خبرات، لعبت بشكل اساسي، وفي الاخر رجعت للنادي طبعا. يعني عايز اقف معاك هنا في نقطه مهمه جدا يا كابتن حسين، واسالك على منتخب مصر. انت لعبت حوالي سنه ونص اساسي في فريق الاتفاق السعودي في الدوري السعودي، قلنا واحد من اقوى الدوريات اللي موجوده في الخليج، لكن مش غريبه عليك وعلى جمهور المصري وعلى جمهور الاهلي ان هو يتفرج على حسين السيد هو بيلعب اساسي، وفي نفس الوقت منتخب مصر عنده ازمه في الظهير ايسر؟ هل حد تواصل معاك؟ هل حد اتكلم معاك؟ هل حد وعدك ان انت تكون موجود؟ الموضوع غريب جدا، احنا كلنا مش مصدقين ان حسين السيد مش موجود في المنتخب، ولا كان ضمن حتى الاسماء اللي كانت ممكن تكون موجوده، ولا حتى جه معسكر عشان ياخد فرصته زي فرصه اي حد موجود. والله يا عمر بص، انا يعني قصه المنتخب دي انا في الاول وفي الاخر بقول ان هي بتبقى نصيب، يعني الكوره والحياه اللي احنا عايشينها دي بتبقى يعني دي رزق طبعا. فانا ببقى مقتنع بحاجه، كان في صحابي يجوا يكلموني، طب اطلع اتكلم في الاعلام، طب اطلع اكلم الكابتن هاني رمزي، طب اكلم الكابتن فلان، الكابتن فلان. انا ما اتعودتش في حياتي على كده، او ما كنت صح. متربي من صغري واحنا في النادي هنا ان انا عمري ما بعمل كده. انا والله هم شايفيني وعاوزيني وشايفين ان انا محتاج ان انا اروح هيبقى موجود، ده كله يعني كل ده بفضل ربنا انه بقى عايزني ابقى موجود، فبيسخر لي الناس يعني ان انا ابقى موجود، فاهم؟ لكن لا هو ما فيش شك طبعا ان انا اكتر فتره كنت ممكن اقول فيها ان انا اتظلمت هي الفتره الحاليه اللي انا فيها دي. ما فيش حاجه يا كابتن حسين، بتلعب اساسي، بتلعب في دوري قوي، بتفنش مع فريقك في الفتره الاولانيه بشكل كويس، ايه الحاجه اللي ممكن هي يكون مش حاجه ولا حاجه، الواحد ما بيحبش يحط حاجه، وخصوصا ان المنتخب بتاعنا خرج، فالواحد مش عايز يتكلم. كان في حاجات كتير بتحصل كنت عارفها، لا حتى عمري ما اطلع اتكلم، انا دايما بقول ان ربنا الوحيد اللي بيبقى عارف اللي بيحصل. انا ماليش نصيب، يمكن راح اتصاب، يمكن راح يحصل لي اي حاجه، لكن انا مثلا ما بقاش طبيعي ان انا بلعب في اقوى من اقوى الدورات العربيه الدوري السعودي بشكل اساسي سنه ونص، ما اروحش حتى معسكر واحد يعني. فانا دايما بقول لنفسي ليه يعني، فطبيعي في ناس كانت بتلعب ماتش واحد
في الدوري كانت بتروح. فانا ما بطلعش اتكلم اطلع في اعلام ولا اقول ولا اقول. لكن في مره ان هم جابوا الكابتن احمد ناجي اتفرج عليا انا، حتى الكابتن ناجي كلمني ساعتها فقلت له كابتن تنورني وتشرفني في وقت. فجه فانا استغربت ان يعني ما بيني وبين نفسي الكابتن احمد ناجي طبعا ده اكيد طبعا من غير اي كلام طبعا، لكن ما بيني نفسي انت ليه بعت لمدرب حراس مرمى يعني محترم كابتن ناجي يعني. طبيعي في مدربين كتير، ما انت كنت بتروحوا تركيا وكنت بتروحوا اي بلد بتسافروا عشان تتفرجوا على اللعيبه اللي هناك. لا في برضه لعيبه هناك ولعيبه موجوده كويسه، طبيعي انك ابسط شيء انك تدوم حقهم وتروح لهم تقدرهم حتى مش لو مش عاوزهم. زي ما رحت لفلان وفلان وفلان، لا في ناس هنا وناس كويسه، ناس مش صغيره وناس مش قليله تروح لهم. لكن ما تبعتش الكابتن احمد ناجي ويجي يقول لي ان انا جاي اتفرج عليك. انا لما شفت كابتن ناجي جه فاهم في ماتش انا يعني حاجه ما بسطنيش والله يا عمر. يعني ممكن تكون نفسيا انت قلت على الاقل يجي المساعد، مش يجي نفسيا رمزي علشان هم المسؤولين او هم اللي بيختاروا اللعيبه اللي موجوده مش في حراسه المرمى. لا 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 يعني لما عرفت انا خدتها استعجبت يعني، ضحكت قاعد استعجبت في اللي بيتقال لي يعني. يعني بيني وبين نفسي المدرب كابتن احمد ناجي اتفرج عليا انا، طب انا بقى في جون، طب وانا انا مش فاهم حاجه. طيب انا كان انا بقى في جون مش واخد بالي، ما بعرفش باك ليفت، فهم ناسيني حاجات كتير. عيب يعني، عيب انك تعمل معايا تعمل معانا كده. لكن ان ما ينفعش، طب ما انت بتروح رحت لكذا بلد سافرت شفت لعيبه ويقول لك انا رحت الكابتن هاني رمزي او الكابتن مش عارف مين راح يتفرج على كذا وكذا وكذا. عندك كباتن وعندك جهاز، كان جهاز فني محترم كان موجود فيه كتير متوفر، انا اصلا متوفره طبيعي انك تبعت حد. لكن في الاول وفي الاخر انا عرفت ان هي ما كانتش ماشيه كده، عرفت ان هي كانت ماشيه بنظام تاني خالص يعني، بيظلم بيه اللعيبه وبيظلم بيه البلد نفسها وبيظلم بيه شعب كامل. بس في الاول وفي الاخر عمري ما اتكلم في حاجه زي كده، سواء في الهواء سواء في صحفيين سواء بينه، انا بينه وبين نفسي عارفه، وربنا وحده اللي كان عالم باللي كان بيحصل يعني. لكن في الاول وفي الاخر دايما ربنا كبير، ربنا عادل، ان هو في ناس بتتعب بيطلع عنيها وبتتعب عشان حلمها ان تبقى موجوده في منتخب بلدها، بس دي تستاهل انها تروح. في الاخر انت مش بتبص لهم، انت افتكر انت مش بتضيع مجهودهم، ربنا وحده عالم ان الناس دي تستحق، ربنا وحده عالم ان انت ظلمت فلان ظلمت فلان، فمش هديك يعني، مستحيل هديك مره في اثنين في ثلاثه مش هديك. كابتن حسين انت قلت مش بتتكلم في الاعلام ولا بتحب انك تخوض في امور انت مش عايز ان انت تروح ليها، لكن حاسس ان ربنا بيعوضك بحب الجمهور اللي دايما بيتكلم على لسانك وبيقول حسين السيد ليه مش موجود، وان الناس في البرامج التلفزيونيه او الاعلاميين او بعض الصحفيين انهم يقولوا ليه حسين السيد مش موجود في المنتخب. بل ده شويه بيعرف حسين مدى غلاوه الجمهور او الجمهور بيحب حسين قد ايه، وبالتالي انت ممكن تكون اخذت حقك بشكل ادبي حتى لو انت مش موجود، بس عرفت قيمه حسين السيد عند الجمهور والاهلاوي بالاخص عامله ازاي. والله يا عمر انا كنت قاعد دايما في السعوديه يعني، لما كنت قاعد في السعوديه دايما ما كانش بقى رايح حاجه خلص تميم، ببقى قاعد في مع مراتي قاعدين بنتفرج على التلفزيون دايما. فكنت بتفرج على افتح برنامج شويه برنامج ده شويه برنامج، الاقي يعني كانوا يجيبوا صوره المنتخب الاقي اسمي يبقى موجود، اسمي ده الكابتن فلان بيقوله الكابتن فلان بيقوله. لكن انا دايما كنت بسمع اسمي بحس انا موجود في المنتخب، بحس ان ربنا مش بيضيع تعبي حتى لو كذا واحد بيتكلم عليا، مش شرط ان انا ابقى موجود. طب ما انا ممكن كنت ابقى موجود بس الناس بتقول اللي موديه المنتخب او ازاي يروح المنتخب، لكن انا ما كنتش ببقى موجود. الناس كلها كانت بتتكلم كان لازم حسين موجود، كان لازم على الاقل يبقى موجود، على الاقل يبقى قاعد احتياطي، على الاقل يبقى موجود في المنتخب في قائمه المنتخب. بس في الاول وفي الاخر الحاجه دي بتاعت ربنا، لكن هي ما كانتش عمر ماشيه بشكل بما يرضي الله فاهم. انا مش بتكلم عشان المنتخب خرج او مش بتكلم علشان احنا مثلا نقول لا، فاحنا في قمه الحزن طبعا ان زمايلنا واصحابنا في ناس النقد جالهم كبير. ففي الاول وفي الاخر كنت انا ممكن ابقى مكانهم او واحد مكانهم يعني، احنا في الاول ده منتخب بلد دول صحابي واخواتي يعني الكوره دي في مرحله صغيره، فاللي بيدوم ما بيننا الحب ما بين الصحاب وبين العشره بيدوم ما بيننا. لكن ككوره ان انا اطلع اتكلم على صاحبي ولا اتكلم في حاجه وبعدين اتكلمت يوم الناس الاعلاميين او اي حد قال ده فلان ده فلان قال عليه كلمه 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 خدت لها يومين ثلاثه الموضوع اتنسى. لكن انا على ربنا ادينا طول عمر وعايشين خسرت صاحبي صح فاهم. لكن هو دايما انا ماشي ايه يعني طلعت اتكلمت حكيت اللي حصل. طب ما انا حكيت اللي حصل ده مثلا ما ممكن يومين الناس كلها اتكلمت عن الموضوع اللي حصل خد وقته بزياده فوق ما تتخيل، راح الموضوع خلص يعني. حاجه كده حصلت بعدها خسرت صاحبي
خسرت فلان خسرت فلان ليه؟ لا الحياة مش حرب ولا الحياة بتبقى، انا دايما ببقى مقتنع بكده. لا بطلع اتكلم في اعلام ولا بطلع اقول ان انا ليه ما روحتش، او اطلع اكتب عندي مثلا على حسابي ان انا تويتر اي حاجة اطلع اقول ان انا ليه ما روحتش حازم انا اكيد انا مش عارف، لا عمر ما ممكن كده. انا بقول ربنا اللي شايف وربنا اللي عالم باللي بيحصل يعني، فدايما مبقاش زعلان يعني. طيب انا بحيك على الكلام اللي انت قلته، كلام محترم جدا وكلام ما يطلعش من لعيب غير لعيب ناضج لعيب كبير. جبت النضج ده اتعلمته امتى بقى؟ فين وازاي؟ والله ان انت في وقت صغير تقدر توصل بعقليتك ان انت تبقى عارف انك مفيش حاجه مستاهله وان كل شيء نصيب. على فكره شويه قليله جدا من لاعبي كره القدم اللي فاهمين الكلام اللي انت بتقوله ده. ممكن واحد ما يعني ممكن حد يتظلم فيطلع كل غضبه على السوشيال ميديا، فدي بتضر. فانت قلت نقطه مهمه جدا ان اللي بيتبقى في الاخر العلاقات الطيبه والسيره الحسنه. هل ده اتعلمت من وجودك جوه النادي الاهلي؟ هل اتعلمت ده من خبراتك في اللعب وان انت تبقى موجود في اماكن مختلفه سواء في السعوديه سواء مع النادي الاهلي سواء سواء؟ لا انا اتعلمت الحاجات دي من صغر كنا بنتعلم يعني. الكرامه دي مثلا بتبقى لها عامل كبير جدا يعني. لو مثلا مستحيل اروح اكلم مدرب اقول له انا ليه طب ايه اللي ناقصني؟ هو ما بتبقاش عيب بس ما ينفعش. طب ما انت انا مش صغير، ما انت بتشوفني عايز تيجي تتفرج عليا بدل ما تبعت لي حد مثلا. طب ما انت عندك كل الماتشات بتتذاع، ولما بتقعد في بيتك قدام تلفزيونك بتشوف كل حاجه. طب ليه مثلا لكن تيجي تقول ان انا ببعت حد يتفرج عليك؟ طب ما في حاجات كتير كانت بتحصل عمري ما اطلع اقولها او اطلع اقولها في الاعلام. لكن هي مش قصه نضج قد ما قصه فعلا ان الانسان او الواحد بيتامل في الحياه ان هي مش مستاهله الحرب اللي احنا بنعملها يعني. الحرب يعني حرب، عارف الناس بتعمل حرب كذب على بعض يعني. وفي الاول ده كله ده الحاجه دي مش مستاهله يعني. كله ليه انا اطلع اشتم في عمر ولا اطلع اتكلم على عمر في الاعلام وبعدها بيومين عمر مشي من البرنامج وده مش برنامج يشوفوا بعض في الشارع ولا كلهم يعرفوا بعض صح بسبب حاجه بس ده طلع قال عشان الناس تقول فلان قال وفلان لا ده مش مستاهل. هو انت حد مثلا عارف ان احنا اول لما انا قاعد معاك بعدها بثانيه يبقى عندنا ايه او في ايه؟ صح ما فيش حد عارف كده. لكن الناس بتبقى عارف كده بيقين. اهم حاجه يا عمر دي تحتها مليون الف خط. لو واحد عارف كده عنده يقين بالحاجه دي اقسم بالله لا هتلاقي في الحرب الكذابه اللي احنا عايشينها دي بجد. دي حقيقه. طبعا عايز طبعا جمهور اهلي عليك، انت حاليا بتتاهل مع الفريق الاول لكن انت مش متاح حتى ان انت تلعب في الدوري الماتشين المتبقيين، لكن عايز اطمن جمهور الاهلي على حاله حسين السيد. حسين السيد وصل لايه؟ امتى هيشارك مع الفريق في التمرينات الجماعيه؟ يعني هل عندك اي اصابات ولا الموضوع علشان خاطر جاي بعد راحه وانت بتتاهل علشان تكون جاهز ان انت لما تكون موجود تكون خالي من اي اصابات او خالي حتى من اي شبه اصابات ممكن تكون موجوده عندك؟ لا طبعا انا جيت من السعوديه احنا خلصنا دوري بدري، الدوري بيخلص بدري هناك، فقعدت شهرين ما كنتش بتمرن يعني. كنت مريح خالص ولا كنت بعمل اي حاجه لان كانت فتره انت عارف عمر الواحد ما بيصدق ياخد اجازه فاهم، ممكن تقعد سنه سنتين متواصله ما تاخدش اي حاجه. فكان عندي شهر خدت شهرين اجازه ف رجعت ما اتمرنتش، فعرفوا ان انا عندي بقالي شهرين فعملوا لي برنامج مع الكابتن حسين عبد الدايم، فعملوا لي برنامج معاه وخلاص يعني في اخر البرنامج بتاعه ان شاء الله ان شاء الله خير يومين وهنزل مع الفرقه بشكل رسمي. انت لعيب كبير واكيد انديه كتيره بتسعى انها تتعاقد معاك، ده طبيعي وده حال كره القدم، لكن الرغبه الاولى والاخيره اكيد لحسين السيد. لا طبعا هو يعني بالنسبه للعروض في ناس كانت بتتكلم وناس بتتكلم في اوفر او في الاخر انا موجود في النادي، الكلام بيجي في اداره النادي اي حاجه بتيجي للنادي. لكن طبعا كعاره الكلام اللي بيتقال ده مفيش اي حاجه طبعا حصلت لحد دلوقتي خالص. انا موجود في النادي قاعد في النادي انا رب يعني انا ربنا ثم انا اللي حدد انا ابقى فين انا ابقى موجود فين. مفيش حد يقدر يتحكم في مستقبلي غير ربنا وغير انا، ما حدش يقدر يقول لي اعمل كذا واعمل كذا. لا طبعا احنا مش صغيرين على الكلام ده وانا موجود في النادي، رجعت النادي فتح لي دراعاته اول لما جيت طبيعي موجود، وسافرت في معسكر جميل مع الناس كلها كويسه، المعسكر حلو واكتر حاجه بسطت ان انا رجعت وسط صحابي وسط عشره عمري يعني بقى. فدي اكتر حاجه كانت بسطاني طبعا ان انا رجعت ما بقتش يعني غريب عن صحابي. فدي اكتر حاجه كانت بسطاني الفتره دي، فانا موجود في النادي مفيش اي حاجه. حسين بيحب النادي الاهلي، حابب ان هو يكمل في النادي الاهلي طبعا، و
اكيد اي حد يطمح ان هو يكون موجود، لكن زي ما قلت لك في الاول وفي الاخير ده بيترتب على شويه امور بين حسين وبين النادي الاهلي وبين المدير الفني، كلها اكيد يعني بيكون في كلام، بيكون في اختيارات. لكن حسين لو تم تخييره ما بين ان هو يكمل في النادي الاهلي او ان هو ممكن يشوف لبعض العروض، هل حسين ممكن رغبته الاولى تكون النادي الاهلي وده شيء اكيد، ولا النادي الاهلي وحسين كل واحد فيهم عايز يبص ايه الافيد لصالح العام؟ بص يا عمر، هو ما فيش شك، يعني ما فيش واحد يجي يقول لك النادي عايز مصلحته وفي نفس الوقت اللاعب عايز مصلحته، فاللي هو المصلحه بتبقى مشتركه، فاهم؟ اللي هو مش مثلا انا كلام المصطلحات اللي بيتقال، لا انا ابن النادي وهنام في النادي وتلاقي تاني يوم تلاقيني في حته تانيه زي ما بتشوف. لا طبعا، هي بتبقى دلوقتي الكوره ده يعني بيزنس يا عمر، او مش بيزنس، الكوره دي احتراف وفي الاخر ده النادي ده النادي ده يعني في الاخر ليه القرار. انا راجل موجود في النادي، النادي اللي قرر في الاول وفي الاخر. يعني النادي الاهلي ده حاجه كبيره يا عمر، فسيبك من الشعارات اللي بتتقال، لا النادي الاهلي حاجه كبيره جدا. ياما لعيبه ابن النادي الاهلي، انا متربي في، انا مثلا بقالي بتاع 14 سنه في النادي، فالنادي ده بالنسبه لي لما رجعت النادي انت مش متخيل انا مبسوط قد ايه، والله بدون مجامله، ان انا فزت اصحابي وفزت النادي، انا مش حاسس ان انا غريب يعني. فالنادي ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وفي الاول وفي الاخر النادي انا كحسين او اي حد، مصلحه النادي او فوق اي حد، فهو مصلحه النادي هي اللي بتحكم وهي اللي بتقول، فاهم؟ وفي الاول وفي الاخر بتبقى وجهه مدير فني، وجهه هي بتبقى حاجه مشتركه، فاهم؟ فده انا بتمنى طبعا النادي الاهلي اكتر حاجه مركزين فيها دلوقتي بطوله الدوري، دي اهم حاجه طبعا. شايف ازاي مورينيو والزمالك؟ شايف اللقاءين دول مهمين؟ شايف يعني مدى استعداد زمايلك واصحابك واخواتك اللي بتتكلم عليهم؟ يعني هو شايفهم ازاي؟ انا من وجهه نظري يعني على قد ان هو ماتش البطوله، هو ماتش يعني ماتش مورينيو، انت عندك ماتش الاول، ماتش الزمالك ده اخر ماتش، فماتش البطوله ممكن تاخد ممكن تاخد البطوله ماتش مورينيو، صح؟ ممكن ده يعني لو حسابيا لو تيجي تحسبها، او خدت لو كسبت مورينيو والحصل حاجه تاني، لا انت خدت بطوله من في المية. فمش هنقول الماتشين لسه، الماتش اللي جاي ماتش صعب جدا، مورينيو فرقه كويسه جدا، كانت عامله موسم كويس جدا، فاكتر فتره مركزين عليها في المعسكر ده هو بطوله الدوري، احنا جايين هنا عشان نكمل عدد لبطوله الدوري. حسين انت قليل الكلام، وبالتالي قاعد في الاوضه مع واحد هو كمان قليل الكلام، قاعد مع مين في الاوضه؟ انا عايز اسمع منك، انت قاعد مع مين في الاوضه؟ انا قاعد مع هشام محمد، بس هشام محمد مش ما بنتكلمش خالص. ما بتتكلموش خالص التلات؟ لا هشام ما بتكلمش خالص. انا بتكلم مثلا صالح يجي لي يقعد معايا زي ما انت شفت كده، نقعد نتكلم، نقعد نهزر، ببعد مع هشام ما بيتكلمش خالص. هشام هو، لا على فكره هشام طبعه كده، انا عارف، انا عشان كده طبعه مهادي جدا، ما بيتكلمش خالص، بس هو ده اخويا يعني. ده انا عارف، ده العشره والصداقه اللي كنتوا موجودين فيها في قطاع الناشئين. انا مشيت كنت بقعد مع هشام، رجعت لقيته هو مستنين وقاعدين في الاوضه مع بعض. طب مش ناوي تغير؟ يمكن يكون هشام السبب. ليه يا عم؟ الحمد لله زف، لسه ما رجعتش. انت قلت لي كنت قاعد مع هشام ومشيت ورجعت انت هشام مستنين. طب ما انا كنت وشي حلو، طلعت اعاره ورجعت. فكملت. لا طبعا هشام ده اخويا طبعا، واحنا كلنا والله العظيم هنا عمر بجد بدون مبالغه ناس جميله يعني، كلنا البعثة كلها، سواء بيكو مش عايز انسى حد، يحيى دكروري، الرجاله كلها، كريم كل مش عايز انسى حد، عمرو، في رامي، برعي، في ناس كتير، حسام، في ناس مش عايز انساهم بصراحه بجد بدون مبالغه والله، تيما، الناس كلها محترمه جدا يا عمر، روح واحده، المعسكر ده مبسوطين فيه جدا. بشكرك والله على اللقاء الجميل ده، وحشني بقى لي سنتين مثلا ما اتكلمتش، اتبسطت معاك والله، وربنا ربك يجمعنا في الخير دايما، وان شاء الله بطوله الدوري كده نيجي نعمل لقاء تاني. انا مش هقول لك قول كلمه الجمهور، عشان انت قلت خلاص الكلمه الجمهور الاهلي يعني. لا اكيد طبعا. طب حابب تقول لجمهور الاهلي حاجه معينه بقالك زي ما تقول سنتين مش بتتكلم، تقول لهم يعني ممكن تقول لهم ايه؟ لا اقول للجمهور طبعا، هو الجمهور هو اهم حاجه في لعبة كره القدم دي طبعا، فجمهور الاهلي طبعا حاجه كبيره جدا، وحشونا في المدرجات، وحشونا في كل حته، في ظهرنا دايما، الفتره الجايه دي مهمه جدا، يبقوا لازم يبقوا في ظهرنا اكتر واكتر، بطوله الدوري وداخلين على سنه جديده، حلم افريقيا ده في بالنا دايما،
دايما تبقوا معانا ان شاء الله، نتجمع في الخير والفرح ان شاء الله باذن الله. مرسيل الكره المصريه بشكرك شكرا جزيلا حبيبي، بشكرك يا عمر والله على الحوار الجميل ده. ربنا يخليك ودايما نشوفك على خير حبيبي. حبيبي يا عمر، ربنا يخليك. كنا مع حضراتكم دلوقتي مع النجم النادي الاهلي والعائد من الاعاره من السعوديه الكابتن حسين السيد، وحوار ممتع. خليكم دايما معانا، هنكون معاكم من اسبانيا وحوارات وحصريات فقط هتشوفوها على قناه النادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.